العدالة الجنائية تبقى من أهم الآليات الضامنة لسيادة الأمن والنظام والاستقرار داخل المجتمع، وفق ما أكده الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة السيد الحسن الداكي في لقاء تنسيقي تنظمه رئاسة النيابة العامة حول موضوع العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية. السيد الداكي أضاف أن المجال يفرض على الفاعلين في إطار العدالة الجنائية التعاطي بالجدية اللازمة والصارمة مع الجرائم المرتكبة وإيقاف مقترفيها والبحث معهم بشأنها وجمع الأدلة عنها مع مراعاة كل الضوابط القانونية المؤطرة للبحث الجنائي. وهذا اللقاء التنسيقي الوطني يأتي في إطار استكمال سلسلة اللقاءات الجهوية التي تم تنظيمها خلال منتصف هذه السنة، والغاية منها هو تدارس كيفية تنزيل التوصيات والمخرجات التي انتهت إليها اللقاءات الجهوية، والغاية من كل ذلك هو الارتقاء بعدالتنا الجنائية وكذلك تطوير هذه العدالة وآلياتها بما يخدم المواطن في نهاية المطاف. برنامج هذا اللقاء التنسيقي يتضمن 4 ورشات تتناول مواضيع تتعلق بتجويد الأبحاث الجنائية وتعزيز الثقة في أجهزة العدالة الجنائية وتعزيز الحقوق والحريات في مجال العدالة الجنائية، ثم تعزيز الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل.